بسم الله الرحمن الرحيم ونستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله حنتكلم عن الهيلمنث في المحاضرة دي، اللي هي تعريفات عامة عن الهيلمنث ونشوف خصائصها شنو. طيب، كانترودكشن عامة، إنه الهيلمنث، كلمة هيلمنث بتعني لنا worm، اللي هي ممكن نقول هي general term meaning worm. worm يعني ديدان. طيب، بتتميز الهيلمنث كلها بأنها هي مالتي سيلولار باراسايت، وده الحاجة بخليها تفرق بينه وبين البروتوزوا، لأنه بنلقى إنه البروتوزوا هي يونيسيلولار باراسايت، يعني خلايا عندها أو كائنات عندها خلية واحدة. أما الهيلمنث هي مالتي سيلولار، معناتها مكونة من خلايا كثيرة جدا، يعني تصل آلاف أو ملايين الخلايا. الهيلمنث آر انفيرتبريت، واحدة من الحاجات إنه هي تابعة للافقاريات، بتتميز إنه بتكون elongate، ممكن تكون جزء منها elongate اللي هو طويل، او ممكن يكون اللي هو مطاول، فيلات ممكن يكون مسطح، او ممكن يكون عنده راوند بودي اللي هو اسطواني او في شكل خيط او خيطي. طيب، ممكن في الميديكال امبورتد او في الميديكالي فيلد او في الميديكال فيلد ممكن نقسمها لبلاتي هيلمنث وراوند وير. البلاتي هيلمنث، كلمة بلاتي كلمة لاتينية بتعني لي فيلات مسطح، ودي فيها الفلوك، فيها الفلوك وفيها التيب ورم. الفلوك اللي هي التريماتودا والديدان الورقية، والتيب ورم هي الديدان الشريطية. الراوند ورم اللي هي بيسموها الديدان الأسطوانية أو الخيطية، دي بيسموها النيماتود، اللي بيسموها النيماتود، زي ما الفيلات أو البلاد هيلمز زي التيب ورم بيسموها السيستود، والفلوك بيسموها التريماتود. النيماتود كلمة إغريقية برضو من كريك روت، بتعني ثريد اللي هي خيط أو أسطوانة. طيب، نيجي نشوف الخصائص العامة بالنسبة للسيستود اللي هي التيب ورم أو الديدان الشريطية. بلقى إنه كل السيستود شكلها تيب لايك، تشبه شكل الشريط، أو بنقول عليها الريبون اللي هي الشريط برضو، بيكون إلونجيت مطاولة كده، بتكون دائما هي مطاولة، سيجمنتد البودي حقها مقسم لأجزاء، و هيرمافروديتيك، هيرمافروديتيك اللي هي خنثى خنثى. بلقى انه الميل والفيميل جينيتال اورجان الاثنين بيكونوا قاعدين في نفس الدودة، يعني ما عندها نقول دي ميل ودي فيميل، هي خنثى. الميل والفيميل جينيتال اورجان بيكونوا موجودين في نفس الدودة. انهبيت ان ذا انتستين انتستينال ليومن، بلقاها قاعده دائما الادلت ستيج او الدوده الكبيره دائما في اليومن اوف انتستين، سواء كانت في الانسان او كانت في الحيوان. اللارفال فورم لها بيسموها الميتا سيستود، ودي عباره عن سيست او سوليد اللي هي بتكون دائما في شكل سيستيك اللي هي متحوصله او قويه شويه، بيسموها غالبا الدوده المثانيه او عندها اسامي ثانيه. انهبت في الاكسترا انتستينال تيشو، دائما بتكون قاعدة في التشو بالنسبة للإنسان أو الحيوان. هو اللي بيكون قاعدة فيه وديه بيسموه الانترميديت هوست، هو اللي بيكون قاعدة فيه الأضد بيسموه الديفينيتيف هوست. العائلة الأساسي بلقى فيه الأضد، والعائلة الوسيط بلقى فيه اللاربال ستيج. طيب، الفلوكس أو التريماتود بيسموها الديدان الورقية، ليه؟ لأنه نسبة لشكلها بتشبه شكل ورقة الشجرة. طيب، الأضد فلوكس آر ليف شيب، اللي هي بتشبه شكل الورقة حقت الشجرة الليف. عندها prominent oral وventral suckers، عندها two suckers، عندها ممصين هم ظاهرين، واحد بيكون في الأورال في الجهة الأمامية جهة الماوس، واحد اللي هو الماوس بيعتبر، والثاني في الventral في جهة البطن. طيب، الفلوكس ار هيرمافروديتك، كلها هيرمافروديتك ما عدا واحدة اللي هي البلاد فلوك، ودي الشيستوسوما اللي هي بتسبب لنا البلهارسيا، دي عندها ميل وعندها فيميل، الباقيين دول كلهم زيهم زي السيستود هيرمافروديتك. بلقى الميل والفيميل جنت الاورجان كلهم قاعدين في شنو؟ قاعدين في نفس المكان، لكن البلاد فلوك باي سيكشوال، يعني عندها ميل وعندها فيميل. اللايف سايكل انكلود سنيل انترميديت هوست، اللايف سايكل حقتها كلها لازم تحتوي على سنيل، السنيل اللي هو قواقع، بالتالي هي لازم محتاجه لووتر انفايرمنت عشان تكمل اللايف سايكل حقتها. طيب، الراوند ويرم النيماتود، انه الاضل واللارفا هما باي سيكشوال، الاضل
واللارفا بيكونوا بايسكشوال، يعني بلقى فيها ميل وبلقى فيها فيميل، يعني من البداية اللارفا دي بتكون ميل وبتطلع فيميل في النهاية الأضل. طيب بايسكشوال، بتتميز بأنه هي سلندريكال ويرم، أسطوانية الشكل، انهبت في الانتستين وفي الاكسترا انتستينال سايت، يعني بعض منا بيكون قاعد في الانتستين وواحد تاني بيكونوا قاعدين في الاكسترا انتستينال سايت اللي هي في التشو وفي اللنج، ممكن يكونوا مثلا في الكبد، في اي تشو في الجسم. طيب نجي نشوف الكلاسيفيكيشن اوف سيستوت اللي هي تابعه للكينجدوم انيميليا، وده بيضم طبعا كميه كبيره جدا من الحيوانات، والفاليوم بلاتيهلمنثيس والكلاس سيستودا. والكلاس ده فيه تو اوردرز، واحده بسموها سايكلوفايليديا واحده بسموها سودوفايليديا. سايكلوفايليديا معناتها ممصات دائريه، وسودوفايليديا ممصات كاذبه اللي هي في شكل جروف. طيب التيب ويرم ار كلاسيفايد انتو تو اوردر، سايكلوفايليديا زي ما ذكرنا انه بلقى انه الهيد شكله اسفيريكال، يعني بكون راوند كده او كروي، فيه سكرز، السكرز زي هم اربع سكرز، وممكن يكون فيه هوكليتس، والهوكليتس دي لما تكون قاعده بيكون في روستيلم حاجه كده زي التاج. طيب اليوترس هاز نو اوبننج، عندها يوترس لكن ما فيه شنو، ما فيه فتحه، بالتالي ديفيكلت انه نلاقي الايج، الايج بيطلع كله مع السيجمنت الاخيره، بتحتاج لانترميديت هوست واحد فقط، وين انترميديت هوست؟ الايج حقها كله فيه حاجه بسموها الاونكوسفير او بسموه الهيكتاكانسيمبيريو، الجنين ذو الستة اشواك. في الميديكالي امبورتنت الحاجات اللي بتلاقينا هي التيني سبيشيز، فيها تيني سوليوم وتيني ساجيناتا، الايكاينوكوكس سبيشيز فيها ايكاينوكوكس جرانيولوسس، الهايمنوليبس سبيشيز فيها هايمنوليبس نانا وهايمنوليبس ديمينيوتا والدايباليديوم كاناينوم، ديل كلهم عندهم فور سكرز with or without hooks، وفي روستيلم او ما في روستيلم، كلها فيها روستيلم ما عدا دوده واحده فيها روستيلم وما فيها هوكس، اي دوده فيها هوكس عندها روستيلم ما عدا دوده واحده بسموها الهيموليز ديمينيوتا عندها روستيلم وما فيها هوكس. طيب دي الاختلافات بين، طيب نشوف السايكلوفايليديا، الهيد بلقاه بيرس لايك، سبيرس لايك او اسباتولا، نفس شكل الكمشه او المعلقه الكبيره، عندها سكنج جروفز عشان كده سميناها سودو فايليديا. الجروفز ديل اكت از ممصات سكرز اللي هو ممصات، يعني ما ممصات دائريه زي دي عشان كده يسموهم سودو، سودو يعني كاذب. اليوترس هاز اوبننج، بلقى اليوترس فيها هنا ماله مفتوح، بلقاه مفتوح. طيب بتحتاج ل 2 or more intermediate host، يعني اثنين او اكثر من العيل الوسيط. الايج كونتين كوراسيديوم، هناك الايج كان فيه اونكوسفير جنين ذو ستة اشواك، هنا فيه كوراسيديوم، ليه؟ لانه اصلا محتاج ل water environment والكوراسيديوم شكله فيه اهداب. طيب ليه؟ لانه بتمشي للووتر، بتحتاج ل water for development. دائما بلقى الامبورتنت سبيشيز فيها اللي هي الدايفايلوبوتريا بلاتم لاتم او اسبيرومترا مانسوني. نشوف الاختلافات بيناتهم، الديفرنس سايكلوفايليديا والسودوفايليديا، اورجان اوف اتاتشمنت، الاعضاء اللي بتتصق بها على الانتستين من الداخل، عندها فور سكرز ويز اور ويزاوت هوكس، دي تو سليت لايك جروفز اللي هي بوتريا، بوتريا يعني الموس، يعني زي الجروفز دي زي الشلخه بالموس. انترميديت هوست دي بتحتاج لـ 1 ودي بتحتاج لـ 2، وفي زي الاتشنال دي مرات ما بتحتاج لـ انترميديت هوست، ده الاكسبشن هنا الوحيد. اليوترس بلقاه برانشد ليه؟ عشان يشيل اكبر كميه من الايج، وهنا بلقاه كونفليوتد اللي هو ملفوف مع بعض. اليوتراين بور هنا ما في يوتراين بور، وهنا بلقى فيها يوتراين بور عشان كده بتطلع كميه كبيره من الايج هنا، وهنا ما بيطلع لي ايج، بيطلع مع السيجمنت. الجينيتال بور بلقاها في اللاترال، يعني لو كانت دي الدوده الجينيتال بور بتكون في المنطقه دي او في المنطقه دي. اما في السودو فايليديا لو كانت دي السيجمنت بلقى انه في الفنترال بارت، بلقى في الجينيتال بور. الايك في الاستول بلقى فيه دبل لاير ان امبريونيتد، بلقى فيه امبريو اللي هو الهكساكانس امبريو، وده بلقاه اوبركيوليتد، بلقاه مغطى زي الغطاء حق الحله، وبكون نان امبريونيتد يعني لسه ما حصل ديفلوبمنت بالنسبه للايك.
اللارفا بيكون شكلها بلادر شيب او فيزيكولر شيب زي السيستي سيركس وزي الهيدات السيست. طيب ما ثاني او الشكل الفيزيكولر ده عندها سوليد ده بلقاه سوليد فورم بيسموه البليرو سيركويت. السبيشيز في اتينيا سينا تاتينا سوليوم هيميوس نانا هيميوس فينيو ذي كانوا كوكوس بلقى الدايب ايليديوم كراينوم. هنا عندي الدايب هالوبوثريوم لادم والاسبيرومترا سبيشيز. طيب الكمون فيتشر اوف كلاس ستودا نرجع تاني بنلقى انه الاضلط ار في لاتن او ريبون لايك او تيب لايك without body cavity ما عندها body cavity. ليه؟ لانه اصلا بتمتص الغذاء الجاهز ما محتاج لتجويف. البودي كومبوزد اوف هيد مكون من الراس وبسموه الاسكوليكس بعده طوالب تجي النك اللي هي الرقبه ودي سيجمنتد وبعد ذاك الرقبه دي بودنج دي المنطقه اللي بيطلع منها شنو السيجمنت بعد ذاك السيجمنت او بيسموها الاستروبيلا او بيسموها البروغلوتيد او بيسموها سيجمنت بروغلوتيد او بيسموها الاستروبيلا. الهيد فيه سكرز ممكن يكون فيورو السلم لو فيورو السلم بيكون فيه هوكس ما عدا قلنا الاتش ديمنيوتا او بيكون في سكن جروبس زي ما في شنو في السودوفايليديا. النك بنعتبرها هي البادينج زون يعني دي المنطقه اللي بتبدا منها التبرعم او الجيرمينيتيف بورشن المنطقه اللي بيبدا منها انشاء السيجمنت او تولي لنا السيجمنت اللي هي دي بتعتبر النك. From which segment are formed اللي هي بتتكون منها السيجمنت. طيب الاستروبيلا اللي هي او قلنا هي السيجمنت او سميناها البروغلوتيد دي كلها اسم واحد consist of immature segment وmature segment وpregnant segment اللي هي بنسميها الجريب segment. الimmature segment دي هي segment بيكون فيها ال genital organ الميل والفيميل genital organ not well differentiated يعني لسه ما حصل لها development. الماتيور سيجمنت هنا بتبدا تظهر معانا الجينيتال اورجان يعني بلقى في تيستيس وبلقى في يوترس بلقى في اوفري وبتقوم بكل وظائفها الحيويه. اما البريجننت او الجريفيت سيجمنت دي السيجمنت هنا كلها بيكون اتحولت الى يوترس او لو بتحول الى شنو للرحم وبكون ملان بالاك هو فول ويز اك وبعد ذاك بياخذ شكل البرانش او بياخذ شكل الساك او اليوترين بار دي كلها اشكال لها ولكن في النهايه هي بتعتبر جرافيت او محمله بكميه كبيره جدا من الايج يصل الاف الايج وبتطلع يحصل لها ديتاتش تطلع مع شنو مع الاستول. طيب هي كلها هيرمافروديتك كلها هي هيرمافروديتك خنثى زي از اسيد of female and male reproductive organ in every mature proglottide. اي segment بتعتبر هي mature بنلقى فيها set من الميل والفيميل genital organ. طيب ما عندها digestive tract ليه؟ لانه اصلا بتمتص الغذاء الجاهز من اللاي وعن طريق البودي بكل segment حقتها او عن طريق السكرز حقتها. ما في المنتري كانت برضو ما في لانه اصلا ما في دايجستيف تراكت. طيب الادلت ورم باراسيتايز دايجستيف تراكت اوف ماملز بلقى انه الادلت بتكون قاعده دائما في الانتستين اوف ماملز الثدييات بيكون قاعده في الثدييات في الانتستين سواء كانت حيوانات او انسان وبالتالي اللي بتكون فيه الادلت بنعتبره هو الديفينيتيف هوست. التيبورم لايف سايكل لو جينا شفنا اللايف سايكل حقتها انه بلقاها مكونه من جزئين جزء في الديفينيتيف هوست بلقى فيه هو الادلت ستيج وجزء في الانترميديت هوست ده بلقى فيه شنو بلقى فيه اللارفال ستيج ما عدا قلنا الهيمولوجي بسنانه ممكن تكمل دوره حياتها في هوست واحد. الديفلوبينج ستيج هو انترميديت هوست بلقى فيه الميتاسيستوت اللي هي اللارفا واللارفا دي ممكن تكون سيستي سيركس او تكون سيستي سيركويد او تكون سينيورس او تكون هيدات سيست او تكون بليرو سيركويد. السيستي سيركس لو بيكون مع التينيا والسيستي سيركويد بيكون مع الاتش نانا والاتش ديمينيوتا وبيكون مع الدايبا اليديوم كاناينم. الهيدات سيست ده بيكون في
الايكانوكوكا زيرانيوسوس والبليريسوركويد والبروسوركويد ديل بيكونوا موجودين مع السودو فايليدي.